حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أقرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بانخفاض عدد رحلاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 3% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه. وقالت الشركة إن عدد المسافرين على متن الخطوط العراقية انخفض في شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 2%، حيث بلغ عدد المسافرين خلال الشهر المذكور 194,055 مسافراً توزعوا على 1,349 رحلة مباشرة. بررت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية موقف الحكومة الحالية من قرار تخفيض الإنتاج للنفط إلى 220 ألف برميل صورة يومية خلال الربع الأول من عام 2024 لأن وراءه رؤية اقتصادية بحسب اللجنة. وأوضحت لجنة النفط النيابية أن شركة توزيع المنتجات النفطية سومو هي من تحدد ما إذا كان هذا التخفيض يؤثر على الأسواق العالمية من عدمه. بيّنت أن زيادة التصدير قد يضر بنسب الإيرادات لدى الحكومة، وهو ما يدفعها لتحديد كمية النفط المصدر عن طريق سومو. أرجع خبراء نفطيون أسباب انخفاض أسعار خام البصرة إلى أن القائمين على قطاع النفط يجهلون آليات السوق. وقال الخبراء إن انخفاض أسعار خام البصرة يعود لأسباب سياسية بحتة خلال التدخلات من الدول الغربية والضغط على دول معينة منتجة للنفط لإغراق الأسواق. وأضافوا أن زيادة الإنتاج لن تؤثر على الأسعار كما يحاول البعض تصوير ذلك، والأمر لا يخرج عن أطر الضغوط السياسية. قال موقع انترناشونال بوليسي دايجست الأمريكي إن الدور الروسي في قطاع النفط والغاز في العراق يتنامى بصورة ملحوظة. وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير له أن موسكو تتقدم استراتيجياً مع بكين كحليف لها نحو السيطرة على مشهد الطاقة والاستثمار في العراق لمحاولة لإبعاد بغداد عن ارتباطاتها الغربية في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تصل حصة روسيا في قطاع النفط أو الطاقة العراقي إلى 19 مليار دولار. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق تراجع للمرتبة السابعة بين أكثر الدول شراءً للعقارات التركية خلال شهر تشرين الثاني. وأشارت الهيئة إلى أن الروس جاءوا بالمركز الأول بشراء العقارات في تركيا، بينما حل السعوديون في المركز الخامس والعراقيون في المركز السابع، بعدما تصدروا قائمة الدول الأكثر شراءً للعقارات في تركيا عام 2015 و2016 ليتراجعوا حالياً في المرتبة أو إلى المرتبة السابعة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.